السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام. جبنا لكم واحد المعلومات مفيدة حول هذا المغناطيس والاستعانة به في معرفة الذهب والفضة. لابد يكون بحال هذا اللون هذا وما يكونش المغناطيس أبيض. غادي نستعنوا بهذا المغناطيس بواحد الأشياء مفيدة جدا، كيفما استعنا سابقا بهذا المغناطيس في معرفة المعدن الذي يتواجد فيه نسبة من الحديد، هذا شرحناه سابقا. وكذلك غادي نستعنوا بهذا المغناطيس بالنسبة للأشخاص اللي ما عندهمش واحد الشيء، ومن الأفضل يكون مغناطيس كبير. كيفما كتشوفوا هذا خاتم من فضة، وهذه قطعة من ذهب، وهذه قطعة من نحاس. غادي نستعنوا بهذا المغناطيس، هذا نحاس، وهذه فضة، وهذا ذهب. كيفما كتشوفوا مشاهدينا غادي نديروا عليهم هذا الماء العيار ونشوفوا النتيجه، واش هذا الحجر صالح او لا. كيفما كتشوفوا مشاهدينا الطريقه ناجحه 100%، طريقه العيار ذهب والفضه والنحاس واي معدن اخر. كيفما كتشوفوا هذا نحاس وهذه فضه وهذا ذهب. هذا المغناطيس مشاهدينا بديل هذا الحجر بالنسبه للاشخاص اللي ما عندهمش هذا الحجر هذا، فهذا بديل ذلك الحجر مشاهدينا. واذا فدناكم فلا تبخلوا علينا بلايك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.